سلام البنات، خليكم معايا غادي نخرج ندير لكم واحد الجوله. المهم انا كنوريكم فهاد الساك ديال شاين، قلت لكم زعما راه كنتشاركتو معكم البنات ملي خديتي ديزايني. صراحه صدق زوين وعملي، مابقيتش كاع كنحيدو انا، كتقدروا ديروه كتراكولا هانتوما وتقدروا ديروه كتزاينيتو. المهم البنات خليكم معايا، غادي نمشي ندير لكم اليوم واحد الجوله في كيك وفي تادي، نشوفوا شنو كاين شنو حاطين. المهم انا هنايا مخرجين داك الحوايج ديال الصيف، داير لهم 3 اورو 2 اورو، يعني كيخويو في السلعه اللي كتبغيها هكا، يعني تاخذ الحوايج حتى بالنسبه للعام ماجي، راكم عارفين يعني ملي كيقرب الصيف يعني الاثمنه كيكونوا طالعين، كاين اللي كيبغي ياخذ هكا في التخفيضات للعام الماجي. المهم راه البنات راه دايرين اثمنه جد 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 مناسبه، انا يعني اصلا معروف راكم شفتوا الاثمنه ديالها كيكونوا رخاص كيك وحتى تعدي، المهم كيكفي الحوايج حتى بالنسبه لوليداتكم البنات، راه مدخلين حتى سلعه جديده وديري ليها صراحه ثمن مناسب اللي كتبغيها كاثمنه مناسبه. راهم صراحه عندهم اثمنه زوينه. انا جيت هنا ناخذ شي حاجه الاسراء وقلت ندير لكم هكا واحد الجوله. المهم البنات هنا الحوايج راه 3 اورو 2 اورو شي حاجه 2 اورو 90 3 اورو 4 اورو، يعني اثمنه عندهم صراحه خياليه، يعني ناقصه بزاف على اوفياس وعلى اكامي، حيت نفس الكواليتي ديال الحوايج راه بحال هادي البنات بحال ديال اكامي بحال ديال اوفياس، يعني نفس التيسوتو عندهم بحال بحال تما، ولاو مطلعين الاثمنه بزاف. هنايا باقا كتلقاي بعدا اثمنه مناسبه وهذا الشيء اللي كاين البنات. مهم جو ضربوا فيه دويره، راه فيه ماشي غير الحوايج الدراري الصغار، راكم عارفين شي الحوايج الكبار بالنسبه لي ما عمرها جات لي. هانتوما البنات 3 اورو دايرين هنايا، عرفت الحوايجات البنات فنين، يعني حتى داكشي كاين فاش تخيري لي توتيني. هانتوما شوفوا هنا باقي حاطين حتى هادشي ديال الصيفي لي جيرو، صراحه داكشي عندهم فن. خديت انا شي حاجه هنا الاسراء، كانوا خاصين حوايجات بالنسبه لدابا لسبتمبر، راه كشو دغيا برد الجو. جيت خديت لي هذوك سميتها سريولات بحال هكا لي جيري، وسميتها تيشيرتات المانيكا لونغا اللي تلبسهم في هاد الوقيته. هذا هادو ديال الدراري حتى هما يا عندهم حتى هادشي ديال ديزني، خديت انا نيت الاسراء وحده ديال ديزني صراحه فنه. المهم بقى لي الوقت غادي نشارك معكم شنو خديت لها. وصافي البنات، المهم غير باش نوريكم هنايا، ها نتوما شوفوا راه صراحه اثمنه فنين، يعني اللي عندها وليدات وكتبغيها كتاخذ باثمنه مناسبه تجي هنا الكيك. ها نتوما البنات، المهم غير باش نوريكم بلا راه دايرين اثمنه، دايرين تخفيضات زوينه صراحه، وهما ديجا كتكون عندهم ثمن يعني طايح. دابا غنديكم هكا خفن زربن، ندير لكم واحد الدويره هكا على الماعن، شوفوا جايبين حتى هاد لي بوتيل ديال الماء اشكال وانواع، كاينين حتى ديال الوليدات الصغار. ها انتما البنات شوفوا حاطين لهم اشكال وانواع صراحه زوينين فنين، وراكم عارفين هاد الشيء ديال الكيك كيجيب حتى هاد الشيء ديال المنظمات. المهم خليكم معايا غادي نشارك معكم شويه ديال هكا نوريكم، يعني بحال حتى بالنسبه لي ما عمرها جات لي، تاخذوا فكره شنو فيه. شوفوا شحال فنينه البنات هاد لي تشوطري ديال البلاستيك بالنسبه للوليدات اللي كيهرسوا. هادشي ديال الكارتوليريا، حاطين داكشي ديال عيد ميلاد اللي كيدير بحال اللي بغات دير لي فاستي عيد ميلاد، داكشي حاطين حتى هو، حاطين هاد السليلات صراحه فنين صراحه، عندهم داكشي زوين. شوفوا هادي حتى هي شحال الطبيقه هادي الخبز فنه صراحه، كلشي عندهم صراحه زوين. هانتوما البنات حاطين حتى بورتا ميراندي ديال الوليدات الصغار، انا غادي نوريكم هنايا ها هما اشكال وانواع، وحاطين حتى القريعات ديالهم اللي بغات تاخذ هكا لونسومبل. شوفوا البنات هاد التسريح هذا واش كتقول لي نتوما، حنا كنقول لي التسريح صراحه حمقوني، خديت حتى انا واحد هذا في الكري صراحه زوينين، دغيا كتسوسي هكا احسن من الزرابي كيشدوا الغبره، واخا يعني الزرابي غتقول لي حتى هما زوينين وسخان وداكشي، ولكن حتى التسريح البنات زوينين. خديت واحد عجبوني، كان اصلا عاجبيني في المغرب. المهم
لقيت انا هذا صغير هكا خديت واحد ديري ليه هديه شي يورو. وصافي هنا جيبنا هادشي ديال الايفازي، هادشي ديال الديكوراج، اشكال وانواع عندهم هانتوما. المهم البنات عندهم ما عند كيف ما كتشوفوا يعني هادشي كيحمق صراحه. وهنا كتلقاو عندهم كاع المنظمات اللي بغات تاخذها كمنظمات الكوزينه، راه صراحه عندهم داكشي صراحه غزال. شوفوا السوبيرات ديال البلاستيك اشكال وانواع. المهم عندهم ميتشاف اللي خاصه هكا شي حاجه للدار تجي الكيك، واللي زوين في هادشي كامل عندهم اثمنه مناسبه يعني فرق على بزاف ديال المحلات كيكون عندهم اثمنه طالعين. هذا ديال اثمنه مناسبه وكتلقاي عنده داكشي يعني اخر ما كاين يعني في السوق، حتى داكشي مودرن. شوف هاد القرعه شحال فنين. المهم دابا خليكم معايا البنات نكمل لكم من كيك وغادي نديكم ندير لكم واحد الجوله خفيفه ظريفه هكا في تادي. شوفوا البنات هاد السميشه ديال الحوايج هكا ديال كديري فيه الحوايج، ملي كتسالي منه كطويه وكتخشيه في اي بلاصه يعني بحال اللي ما عندهاش بزاف لي سباس. والله الا زوين. المهم البنات عندهم العجب العجب ها نتوما. شوفوا القرعه حتى هما اللي بغات دير فيهم هكا العطريه السكر. شوفوا ها نتوما هي الباستا عندهم صراحه داكشي غزال. لسان اشكال وانواع. وهنا بالنسبه للحوايج ديال الكبار البنات راه هما دايرين فيهم تخفيضات، ها نتوما كيبان لكم كارتال دو روسو. غير هي صراحه ما دخلتش يعني ما قلبتش شنو عندهم بالضبط جايبين. المهم انا مشيت غير ريبارتي ديال الدراري الصغار وضربت دويره هكا في الماء يعني حنا مضروبين على الماء العيالات. وصافي دابا البنات ساليت من كيك واجي نضرب معكم دويره هنا في تادي. شوفوا على الجو غزال حتى نتوما عندكم البنات تبدل الجو. حنا صافي ولا الجو ولا فريسكو يعني تبدل دقه وحده يعني ما ماشي بحال العام اللي فات شهر 11 وكنا مازال باقي نكلبسو نصكم. هذا العام وقال غادي يجي البرد دغيا. المهم انا دخلت البنات لتادي وهنا كما كتعرفوا تادي حتى هو البنات في داك الشيء كيحمق كيحمق، لا من زريبيات لا من داك الشيء ديال الملايات ديال لاتو. شوف هذا الطابيتو واعر واعر غير صغيور. المهم صغير وزوين داك الملسين يعني ما فيهمش ماشي بحال ماشي موكيت بحال موكيت ولكن هو ملس ماشي دوك الزرابي المهبرين. صراحه زوين زوين فن. ومهم عنده هادشي عندهم كلشي عندهم هادشي ديال الدار سرابات التخربيق هذا هاد المخيدات الصغيورين اشكال وانواع هانتوما اللي بغات تبدل هكا لا ديكوراتيني مع هاد البرد عاوتاني. مزيان هكا يعني الانسان يدير مره مره هكا تغيير ولو يعني غير بلمسه
خفيفة غير باش كي يبدل يعني شوية يبدل يعني يبدل داك الشيء يبدل هكا شي حاجة في الدار باش حتى نفسيتها هي صراحة كترتاح. يعني واخا تاخدي غير مخيدات هكا صغار ديريهم في تبدليهم يعني ديريهم هكا في الناموسية راه كيبان لك جا كاين واحد التغيير. المهم هنا جيبي انت داكشي ديال الكارتوليريا لبناتك شي ديال المدرسة حتى هو حاطينه نتوما دفاتير كتوبة داك التخربيق وهنا حاطين حتى داك الكوادريب اللي كتكون اللي بحال اللي كيعجبها كترسم ودير شي حاجة الراسة حاطين نتوما اشكال وانواع او بحال دابا بحال في الشين بحال دوك كتسولوني عليهم بزاف عندي في البيت فوق الناموسية هذوك البنات راه كتاخدي غير لاطيلا رخيصة من شين ولا من امازون وكتاخدي لهم هاد الكوادري صافو كدير لهم في كوادري هنا عندهم اشكال وانواع ديال الكوادري ذهبين بيضين في الكحل كاع لي ميسوري وهنا البنات هادي البلاصه اللي ما كتخليش لي انا بعدا العقل حاطين هاد البلاطوات فنيين مذهبين كاينين حتى في النقري ها نتوما هادو اللي دايرين تقدروا ديروا فيهم اي حاجه حتى هما حتى بريري داكو كويسات تحطهم كديكوراسيون هكا مع شي لعيبه بحال هكا تحط فيه الورد ولا شي تخربيقه المهم عندهم هادشي ديال الديكورات واعره البنات هادشي فن 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 ها نتوما شوف هادي عندي انا هادي اللي بحال القلب واخداها في النقري كتخديتها انا من بريمارك المهم عندهم داكشي غزال البنات البنات هاد البورطا كنديري ليه فنين عاجبيني ان شاء الله نديرو ناخد منهم صافي انا حاطين هاد الكرموسات باللوان وهاد الشيء هاد المعينات حتى هما هاد البياطي هكا في البيض حتى هما صراحه اي حاجه كتحطي فيهم هادو كيجيو زوينين مودرني حاطين هاد لي طاتسي حاطين هاد لونسومبل بحال هكا ولكن كيتباع الباتسو هادو حتى هما صراحه زوينين ديرينهم هكا في الفيردي اكوا و حتى هما عندهم كاع المنظمات سوا ديال الزاج كلشي كتلقاوها نتوما كيسان حتى هما عندك تاع ديال البنات وكيك داكشي واعر 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 صراحه في المعينات اللي كيجيبو شوف هاد المنظمات حتى هما ديال الباستا ديال كلشي ديرو فيهم زوينين وصافي البنات سالينا من الجوله شوفوا البنات على ترامونتو غزال والجو توز صراحه زوين المهم البنات نتمنى هذه الجوله تكون عجباتكم ما تبخلوش ليا بواحد لايك والبارطاج ومع السلامه.